السلام الله عليكم، معكم مردان من قناة كرة فانس. إذن يوم جميل بالنسبة لكرة القدم المغربية بعدما شاهدنا قبل ساعات تتويج المنتخب الوطني المغربي للفوتسال بالبطولة العربية بعد انتصار كبير على المنتخب العراقي بثلاثية نظيفة. جاء الدور على المنتخب المغربي أقل من 18 سنة اللي كيمثلنا في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي كتلعب في الجزائر، وتمكن من تحقيق انتصار مستحق على المنتخب الجزائري بهدفين لصفر. صراحة اللاعبين يستحقوا الإشادة والتقدير على المستوى الكبير اللي قدموه لنا في لقاء اليوم. ويمكن لي نقول أيضا على أن المنتخب المغربي يعني أضاع فرصة ذهبية في لقاء اليوم باش يحقق نتيجة كبيرة. لو أن اللاعبين استغلوا الفرص الكثيرة التي أتيحت لهم خصوصا في الشوط الثاني، كان بإمكان المنتخب الوطني المغربي يخرج منتصر على الأقل بأربعة ولا خمسة ديال الأهداف. شفنا فرص بالجملة، تضيع العديد من الانفرادات، هدف ألغي بداعي التسلل، جوج ديال الأهداف تسجلوا، العديد من الجمل التكتيكية. وعلاش قلت على أن اللاعبين يستحقوا الإشادة والتقدير؟ نظرا للعديد من الأشياء. أول شيء مبروك للمنتخب المغربي وهارد لك للمنتخب الجزائري. كنا كنعرفوا على ان بطوله العاب البحر الابيض المتوسط كتلعب في الجزائر، باش تلعب ضد المنتخب الجزائري على ارضيه الملعب ديالو بحضور جماهيري قياسي، تقريبا 50 ولا 60 الف حاضرين تتفرجوا في اللقاء. وانا شخصيا استغربت، يعني لقاء كيف ما قلت يعني الشبان ديال المغرب ضد الشبان ديال الجزائر، ما توقعتش على ان يكون الحضور جماهيري كبير. وصراحة شابو للاعبين، شابو للاعبين باش تلعب ضد منتخب مساند من طرف 50 ولا 60 ألف متفرج، وما وتحمل الضغط الجماهيري، وتحمل أيضا العديد من الأشياء، وفي التالي تحقق انتصار عن جدارة واستحقاق. ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين، وهذا الأمر إن دل على شيء، يدل على أن هاد اللاعبين استعدوا جيدا لهذه البطولة، خصوصا من ناحية الذهنية. والناحية الذهنية عندها واحد الدور كبير أكثر من الناحية البدنية، لأننا كنشوفوا في العديد من التظاهرات على أن اللاعب المغربي في بعض المرات ما كيتحملش الضغط، ولكن اللاعب اليوم تحملوا الضغط، عرفوا يجيروا اللقاء، بالرغم من الضغوط الكثيرة تمكنوا من تحقيق انتصار كبير. وكيف ما قلت كان بإمكانهم يحققوا نتيجة كبيرة ونتيجة تاريخية. يعني العديد من الأشياء، تحدثت عن الحضور الجماهيري الجزائري اللي كانوا كيساندوا المنتخب ديالهم، درجة الحرارة اللي كانت مرتفعة، أضف إلى ذلك المنتخب الجزائري انتصر في اللقاء الأول على حامل اللقب المنتخب الإسباني بهدف لصفر. وهذا الأمر عند اللي على شيء يدل على قوة المنتخب الجزائري اللي حقق نتيجة أكثر من رائعة في اللقاء الأول. نزيد عليها عامل آخر، المنتخب المغربي في اللقاء الأول خسر ضد المنتخب الفرنسي. يعني اليوم دخلتي خسر اللقاء الأول ضد المنتخب الفرنسي، تتلعب ضد منتخب ربح اللقاء الأول ضد المنتخب الإسباني متفوق عليك في الترتيب، تتلعب ضد منتخب كيلعب على أرضية الملعب دياله، تتلعب ضد منتخب مساند بأربعين ولا خمسين ألف متفرج، تتلعب ضد منتخب ما عليه حتى شي ضغط، انت داخل كل الضغط على اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي مطالبين بتحقيق الانتصار ولا شيء غير الانتصار. الا بغاو تبقى عندهم حظوظ في هذه البطوله، تصوروا لاعبين قل من 18 سنه وتحملوا هذه الضغوط كامله، وتمكنوا من تحقيق انتصار مستحق على المنتخب الجزائري. صراحه الف تحيه والف تقدير للجهاز التقني وللاعبين واي واحد هي وجد هذا المنتخب هذا. وهذا الشيء اللي بغينا نشوفوا كرة القدم المغربية تسير من حسن إلى أحسن، لأن الجمهور المغربي لا يرضى إلا بالانتصارات ولا يرضى إلا بالألقاب. لقاء من حيث المستوى يعني يمكن لي نقول على أنه يختلف من الشوط الأول للشوط الثاني. الشوط الأول المستوى كان جد متوسط، لم نشاهد الشيء الكثير، واللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي جروا اللقاء بواحد الطريقة ذكية جدا. الشوط الأول تنظر على أن تعليمات المدرب قال لهم حاولوا على أنكم تغلبوا
على الضغط النفسي والضغط الجماهيري، وحاولوا على انكم تخرجوا اخف الاضرار، تكون نتيجه التعادل. ومن بعد في الشوط الثاني غنحاولوا الخطه ديالنا. الشوط الاول باستثناء فرصه للمنتخب الجزائري التي فرصه اصطدمت بالقائم، يعني المدافع ديالنا كان غيسجل على راسه، من غير هذا ما شفنا ولا شيء. تبعتها واحد المقصيه، يعني نفس الفرصه كانت في القائم تبعتها مقصيه تصدى لها الحارس. وهنا نرجع ونتحدث على الحارس. حارس ديال المنتخب المغربي في اللقاء اليوم حارس كبير، مشروع ديال حارس كبير يمكننا نوجدوه للمنتخب الاول. دار العديد من التصديات كيخرج في الوقت، العرضيات دائما كيخرج في التوقيت والمكان المناسبين، صراحه 10 على 10. الشوط الثاني تحول تام، سيطره مطلقه بالطول وبالعرض للمنتخب المغربي. الشوط الثاني سيطره بالطول وبالعرض للمنتخب المغربي، ومن اول فرصه في الشوط الثاني بق سجلنا الهدف الاول، وهذا الهدف اعطانا ثقه واعطانا شحنه معنويه باش نكملوا اللقاء. وشفنا ايضا على ان اللاعبين ديال المنتخب الجزائري لما تسجل عليهم الهدف طاحوا في الفخ، ولا عندهم واحد التسرع، ولات عندهم واحد النرفزه زائده، كلفتهم العديد من البطاقات بما فيها بطاقه حمراء، خلات المنتخب الجزائري يلعب بعشرة ديال اللاعبين، وهذه المساله زادت عطاتنا امتيازات باش نكملوا اللقاء. وما يحسب للمنتخب الوطني المغربي هو انه من بعد ما سجل الهدف الاول لم يكتفي بهذا الهدف، كمل السيطره ديالو وسجل، يعني ضيعنا العديد من الفرص، ولكن في الوقت المناسب تمكننا من قتل اللقاء وتسجيل الهدف الثاني. المنتخب الجزائري تقريبا لما تسجل عليه الهدف الثاني خرج من اللقاء. المنتخب المغربي كان واقف مزيان في المناطق ديالو، اعتمد على الهجمات المرتده اللي ما عجبنيش في لقاء اليوم، يعني خصوصا في الدقائق الاخيره من الشوط الثاني، على اننا لم نستغل الهجمات المرتده، لان المنتخب المغربي اليوم ضيع حصه تاريخيه كان بامكانه يخرج من تصدي 4 ولا 5 ديال الاهداف على المنتخب الجزائري على ارضيه الملعب ديالو. انتصار مهم تيخلينا نحافظوا على الحظوظ ديالنا في المجموعه. الان يعني المنتخب المغربي عنده 3 ديال النقاط، المنتخب الجزائري عنده 3 ديال النقاط، ونفس الشيء ينطبق على المنتخب الفرنسي. لقاء ديال فرنسا واسبانيا غيحدد شنو غيوقع في هذه المجموعه، ولكن المنتخب المغربي اللقاء الثالث غيكون عنده ضد المنتخب الاسباني، لقاء مهم خصنا نحاولوا نوجدوا له، نساو هذا اللقاء وان شاء الله يكون التاهل، ولما لا التتويج في هذه البطوله يكون من نصيب المنتخب الوطني المغربي، لاننا عندنا المقومات والامكانيات، ونتمنوا على ان هاد الشبان يكرروا ما حققوه او ما حققه المنتخب الوطني من قبل، يعني تتويج بذهبيه العاب البحر الابيض المتوسط، غتكون هديه للجمهور المغربي. الف مبروك للمنتخب الوطني المغربي اقل من 18 سنه، الانتصار المستحق على المنتخب الجزائري، وهارد لك للمنتخب الجزائري، وان شاء الله اللقب او الذهبيه تكون من نصيب المنتخب المغربي. خليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات ونتناقشوا كما هو العاده بشكل ودي. اذا عجبتكم الحلقه دعمونا بلايك واشتركوا في القناه باش دائما يوصلكم جديد اول باول. كان معكم رضا من قناه كره فين. السلام عليكم.